نشكر جدا نيارة، وده كان موجز الأخبار، ولسه مكملين معاكم في نهار جديد. والمعروف دايما كده من واحنا صغيرين كنا بنسمع شوية حاجات ونتفرج على المصارعة الحرة والسوبليكس والبودي سلام والأندرتيكر والهوجن وكل الحاجات الجميلة دي، وكنا بنتفرج عليها ونبقى مبسوطين جدا بحاجة زي كده، وكنا نستغرب هو احنا ليه ما يكونش عندنا مصارعة محترفين زيهم، بس في الآخر بنشوف شوية ضرب ودم ومش عارف مين وينط مين من الحلبة ويقول لك لا ده تمثيل، ويقول لك لا ده مش حاجة حقيقية بتحصل. لكن في الآخر إن احنا يبقى عندنا مصارعة محترفين بالشكل اللي احنا بنشوفه صعب، بس احنا بقى عندنا مصارعة محترفين بالشكل اللي احنا بنشوفه. احنا معانا كابتن اشرف كابونجا، يعني بنرحب بيك جدا جدا، يعني طبعا صباح الفل عليك. هو مؤسس فريق مصارعة المحترفين المصري، هو ده اللي احنا هنتكلم عنه النهارده. تمام. ومعايا انا مستغرب جدا معايا المصارعة الشابة ايه هاني. ازيك يا ايه؟ طبعا يعني كده كده هنبتدي بالبنات ليديز فيرست، وكده كده لازم ابتدي معاك لان انا اشرف ما شاء الله مصارع، الراجل مش محتاج. لكن انت ازاي بتلعبي مصارعه الاول؟ هي مش بالجسم بس، هي اللياقه. باللياقه بس إيه؟ التكوين الجسماني برضو على الاقل لازم يبقى فيه تخوفي يعني. لا هي لياقه، مش شرط كده. طب انا هرجع لك تاني بقى. صباح الفل عليك اشرف. صباح الفل يا كابتن اشرف كابونجا، مؤسس فريق مصارعه المحترفين المصري. طبعا. منين جات لك الفكره؟ ومن الواضح طبعا انت من خلال فرجتك اكيد، واحنا صغيرين كلنا واحنا بنتفرج على حاجه زي كده، بس انت ازاي يجي لك جرأة ان انت تشتغل في حاجة زي كده؟ وقول لي وصلت فيها لحد فين، كل التفاصيل. تمام. انا اولا ابتديت في الكونوفو، كان عندي 16 سنة، كنت لسه جاي من العراق. طبعا هناك معيشة العراق غير احنا في اسماعيلية، كنا في الارياف يعني. فما لقيتش اللي هي الحاجة اللي تسندني ان اكمل بها حلم حياتي. انا كنت حريف كرة جدا 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 لدرجة بغداد كان عايزنا ضمن الفريق بتاعهم، بس عشان خاطر انا مصري قال اسم الجنسية تتغير، فرفضت الموضوع، والدي رفض الموضوع ده. فجيت هنا الإسماعيلية ابتديت في حاجة هي كونغ فو، كنت بروح السويس أو القاهرة أتعلم كونغ فو، فكنت بروح في الشهر مرة أو مرتين لحد ما ربنا كرمني على 20 سنة كده بقيت أتاخد وأخد بطولات جمهورية كتير أوي ومناطق كونغ فو. كونغ فو بعد كده بقيت مدرب. جميل. كان عندي 23 سنة لسه صغير وبقيت مدرب كونغ فو. ابتديت ألعب ألعاب قتالية مختلطة لحد 27 سنة، مدرب والعاب قتاليه يعني كيك بوكس وماي تاي ام ام اي كيك وان شيدوكاي، العاب قتاليه كلها مختلفه. العاب قتاليه طبعا الحمد لله كنت متميز فيها لحد ما دخلت الجيش. دخلت الجيش خدوني سريع ضئيل، لعبت جودو. طبعا الجودو لازم تستغل طبعا. اول ما شافوني تعالى فصوصوني من فوق لتحت والله، يعني في اليوم ده انا عمر ما انساه. دخلت سريع ضئيل، في خلال شهرين خدت الثالث جمهوريه على مستوى الجيش، وطبعا ده كان انجاز طبعا بالنسبه ليهم هم ولي انا، لان ضاف لي حاجات كتيره جدا. كنت بس على المصارعه فعلا بدري، من اول ما جيت من العراق ما كنتش عارف المصارعه الا في مصر هنا. كان طبعا الواحد بيحلم زي ما حضرتك قلت. اتفرج بقى على كابتن ممدوح فرج الله يرحمه، والمصارعه المحترفين وكمان. فكانت طبعا كانت هي جمهوريه لها جمهور كبير قوي، يمكن اكتر من الكوره. طبعا الواحد كان بيستناها من اسبوع لاسبوع. عجبني الفكره. انا بقيت اتفرج عليها سهل ان هم بيعملوا بالنسبه لي انا. هي فيها ضرب وفيها قوه تحمل كبيره جدا، بس بالنسبه لي انا سهل جدا. اتعلمتها عن طريق المشاهده، مش عن طريق مثلا حد علم. يعني انت اتفرجت على ماتشات مصارعه المحترفين وتعلمت مصارعه المحترفين وكلها. انا فضلت اقول لحضرتك انا كنت فاتح كافي نت كبير. مش عايز اقول لك انا كنت بفتح بدري واروح متاخر عشان اتقن المصارعه. بس خد بالك اللي انت بتقوله ده يعني حاجه خطيره، لان انت ممكن اطفال صغيرين مثلا بيتفرجوا دلوقتي فيقول لك لا انا كمان اتعلم مصارعه المحترفين من خلال الفرجه. ما هو ده مش صح برضه يعني. انا بعد 30 سنه اتعلمت المصارعه. يعني هو الراجل كان بيلعب كونغ فو واخد بطولات، يعني معدي في حاجات كتير، فعشان كده اتعلم من الفرجه لان هو فاهم هو بيتفرج على ايه. تمام. او ما ينفعش من سنه صغيره. انا عن نفسي ما اخدش حد عنده اقل من 18 سنه دلوقتي. دلوقتي بقى حاليا اللي يخش عندي لازم يكون عدى 18 سنه. احنا عندنا اتحاد مصري اصلا لا هو فندم مريش اتحاد اساسا. عشان فيها نسبه استعراض الاكشن بتاعها او الشوء بتاعها بياخد من 30 ل 10%، فطبعا ده عشان خاطر الموضوع ده ما لهاش الاتحاد. تمام. يعني ثانيه واحده، يعني معظم الحركات اللي بتتعمل اصلا في الشو بتاع الاندرتيكر بقى وهو بيلعب وبتاع ده بتبقى شو؟ في شو يا فندم جدا. طبعا انا هقول لحضرتك يعني ايه الضرب اللي بديها لك جزء. ايوه هي من ضمن الشو.
اقدم ان انا بديك مثلا حماس في الماتش، حماس الناس اللي بره، حماس في اللعب اللي انا بلعبه، مثلا كلوز لاين، ما انا ممكن اديك كلوز لاين لازم الوعي الصحيحه القانونيه بتاعتها تقعها. ما ينفعش اديك كلوز لاين وتمشي كده تتمشى وتقول اه يا صدري، لا لازم ليها التكنيك بتاعها لازم. فعشان هو ده الشو بقى. يعني احنا بنتكلم في الشو، الناس بتقول تمثيل، لا مش تمثيل، تعالى اللي بيقول تمثيل تعالى اجربك، اجرب فيك اللي انت عايزه، اي حركه انت عايزها تمام، وبعد في الاخر اقول لي ده تمثيل، لا لا مش تمثيل، بس بديك الشوق بتاع الحركه. هي دي تفرق. فعشان كده ملهاش اتحاد، بيبقى عرض تشويقي يعني. تشويق يعني زي فرقه استعراضيه احنا بنعملها مثلا، شوق استعراضي، لان ما ينفعش حد من بره، بره الفريق بتاعي يلعب. لازم يكون لان هو فاهم، فاهمين دماغ بعض تمام، فاهم حركات. وفي حاجه اسمها سبق كان النبأ. انا سبق ايه؟ كان النبأ اللي سبق كلمة عندنا احنا كده. يعني مثلا انا بديت بالمجموعه بتاعتي اشتغل عليها، لازم يقروا بعض، لازم ما ينفعش يبقى هو ابتدى بحركه فانا لازم اللي قدامه يستعرض بنفسه، يستعرض الحركه بتاعته تمام، لو انا قطعت عليه يبقى هو فاهم انا هقطع عليه. طب انا هقول لك على حاجه، انا هشبهها مثلا بالرقص اللي هو الفري ستايل مثلا، اللي هما الاثنين بيرقصوا قدام بعض بيعملوا تحدي، فهما الاثنين بيتحدوا بعض في رقصه عند حته معينه بيفصلوا الثاني بيخش. هي كده فعلا. اوكي طب ايه بقى ليه؟ انا اصلا من صغري كنت بحب المصارعه، مصارعه المحترفين. كابتن ممدوح فرج برضو ايه كل الحاجات دي كنت اتفرج عليها ومبسوطه وحابه ان انت تلعبي مصارعه؟ ايوه كان حلم حياتي ان انا ابقى مصارعه. على فكره انت عندك كام سنه؟ 19 سنه. عامله بطولات؟ هي كانت اساسا بتلعب كونفو وهي صغيره. اوكي يعني جايه هي بتلعب كونفو، فانت بداتي تروحي من الكونفو لمصارعه المحترفين. لو كانت بتلعب مارسون برضو في النادي الترسانه. ما شاء الله انت كده رايحه جاهزه. طبعا ما اخش لحد بيكون بيلعب يلعب. طب هو بنات بتلعب بنات ولا ممكن بنت تلعب ولد؟ لا ما عندناش احنا كده. يعني هي بنت قدام بنت، ما ينفعش. هنا عندنا الكالتشر في مصر او ثقافتنا المصريه. أيوة البنات بتلعب البنات والولاد بيلعبوا. وبنمشي بالدين برضه، ما ينفعش ولد يمسك بنت ولا يعمل لها حركه مش زي اللي بره يعني. فانتوا واخدين التراك ده، ان انت عامل واضح ان عامل فريقين، فريق للولاد وفريق للبنات. فريق البنات طبعا. المفروض من كام سنه بقى حد يدخل؟ البنات ممكن اخدهم 16 سنه. 16 سنه؟ البنات. والولاد؟ الولاد لا 17 18 18 سنه. لازم 18. الولاد عليهم شغل اكبر في الضرب. تمام. انت عندك كبد البني ادم نفسه الشاب ما يكملش الا عندك 18 سنه. خد بالك، فلازم يكون انت عندي في اللعبه بتاعتي كامل نموا. ابدا اما البنت لا، البنت كده كده بتبقى اصعب حاجه عندي البنت اضربها. طب يعني انا اقدر اعتبر اللي انتوا بتعملوه مثلا هو رياضه ولا عرض استعراضي؟ رياضه. رياضه. رياضه فيها عنف، فيها استعراض، فيها جمال، فيها رياضه، كل حاجه موجوده. يعني انا اقول لك حاجه، انا حضرت مثلا من فتره كده قريبه، اكيد سمعت عنها، الديزرت فورس. تمام. ديزرت فورس هي نوع من انواع المصارعه. بس انا ما حسيتش بيها باي نوع من انواع الشو، يعني هم فجاه ايه مسكوا ببعض تك 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 خلص الماتش. خلص الماتش. ما هو دي الاتحادات بقى حضرتك بتتكلم عليها. ان هي غالب ومغلوب في اتحادات الضرب، ما فيش حاجه اسمها اكشن مثلا او استعراض والكلام ده، لا الضرب حقيقي كله برضه حقيقي كمان، في منافسه كبيره. مفيش استعراضات فيها زي عندنا استعراضات، مفيش قوانين اصلا، بتقول ايه اخرك ايه بوكس ورينج. خدت بالك زي الكونفو زي الملاكمه زي الكاراتيه. فانا هحسب نقط معينه في كده هي لازم لحد ما استسلم طبعا. يعني هم حتى بره مفيش اتحاد دولي. لا لا لا, 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 لا هي اصلا الدبليو دبليو اي مثلا دي يعتبر الاولى، تي ان اي دي الثانيه، مفيش ده شركه. شركه حضرتك فقط هي اللي عامله الشو ده. هي عامله، هي كانت اصلا مجموعه زي هنا كده فريق، بس كانوا بيعملوا العرض بتاعهم اكتريت الشغل هناك عندهم، هم كانوا بيعملوا في كباريهات والحاجات دي كده بيقعدوا فيها تمام. بعد كده كبرت معاهم المشاهده، بدا ايه يعمل يعني بقى عرض كبير ويتصور بعد لحد دلوقتي بالمنظر اللي حضرتك شايفه ده. يمكن احنا بدينا بدايه اكبر منهم يعني، انضف منهم بكتير. طب اشرف انت مؤهل ان انت تروح تلعب اندرتيكر؟ انا عندي سعيد جدا، انا اصلا كنت المفروض اسافر امريكا. يلا بينا. لا بس للاسف ما كنتش هلعب باسم بلدي والكلام ده كده خلاص. انا كنت هروح هناك مدفون. طب انت محتاج ايه من يعني من الحكومه، من وزاره الشباب والرياضه، علشان تقدر لو اعتبرنا دي مش رياضه بس هو شو استعراضي، هي حاجه مهمه جدا وفي الاخر اسم مصر هيبقى موجود. بص انت محتاج ايه مثلا؟ انا مش محتاج حاجه. الحمد لله يعني مش محتاج اي حاجه. انا بدعم فريقي بقى لي 4 سنين، يعني بعت العربيه وبعت كان معايا ميكروباص يعني بعناه، معايا كوفي نت كبير بعته،
بقى حاجات كمان كتيره جدا، كل ده علشان خاطر اللعب حلمي بتاعي. حلمي بتاعي وحلم اي فريق. انا بالنسبه بعمل عروض برضو، يعني عامل لحد دلوقتي 12 عرض في جميع محافظات مصر، عامل خمس محافظات. عروض شارع يعني ولا تبع لا ده حلبه وموجوده، وعرض زي الدبليو دبليو بالظبط. بعرض في، كنت في اسماعيليه عملنا عرضين، شرقيه عملنا عرض، بحيره عملنا عرض، القاهره عملنا حوالي. لا انا قصدي بيتعمل في اطار ايه يعني؟ بتروح مثلا جمهور. في مركز شباب، في مركز شباب كلها مركز شباب. الحاجه اللي انا بقالي سنتين او سنه ونص بجري عليها من ساعه ما بدينا صندوق تحيا مصر، انا معايا خطه كبيره جدا قدمتها للشباب والرياضه مره واثنين وثلاثه وكتير جدا لحد اخر حاجه من حوالي اسبوع او اسبوعين. انا عايز ادعم سياحه انا وفريقي، نروح اي حته في جمهوريه مصر العربيه. معايا حلبتي، احنا 45 لاعب ولاعيبه، تقدروا تعملوا شو في كل المحافظات مبهر الناس او السياح تيجي تتفرج عليه. تمام. كلامي موجود جدا بدون مقابل، انا مش عايز فلوس، انا عايز ادعم حضرتك السياحه. طيب احنا صورنا معاكم تقرير وللاسف انا كنت المفروض ابقى موجود فيه بس بسبب ضيق الوقت انا ما كنتش موجود. طيب. بس قبل التقرير انا عايز اسال اي سؤال. انت حد قبل كده عكسك في الشارع؟ ايوه. تلعبي مصارعه بقى؟ ضربت اثنين قبل كده، واحد في اسماعيليه واحد عندنا. هو طبعا ما بيبقاش عارف ان انت بتلعبي مصارعه. لا بس في اسماعيليه كان عارف عشان كان بيتفرج على العرض بتاعنا. فهو كان عارف وقال لك يا عم دي بتلعب اي كلام مش عارفه حاجه. عادي بقى، ما هو خد جازي عارف في الاخر. نفسه في النار. طب ايه اللي حصل له بقى؟ ست ضربته بقى. يتعور يعني ولا اتعور؟ لا ما ضربتوش ضرب اللي هو يعور يعني، بس اللي هو يوجع. اللي هو خلته تعيط يعني، خلاه يعيط يعني. والله انت بتشجعي البنات ان هم يلعبوا رياضه عنيفه علشان يعني احنا طبعا مش هو ده الصح ان هي تدافع عن نفسها بالطريقه دي، هو المفروض اصلا ان احنا نمنع الضرر من البدايه وما نوصلوش للمرحله دي، بس لو نفترض ان في حاجه زي كده حصلت هو الوقت الحالي اللي احنا فيه والفتره اللي فاتت بالذات كمان المفروض اي بنت تلعب لعبه عنيفه عشان تدافع عن نفسها، عشان اي بنت كانت بتنزل الشارع ما كانش تقدر تحفظ على نفسها. انا مش مصدق ان انت بتلعبي لعبه عنيفه، هو انت موجوده في التقرير؟ اكيد موجوده. طب خلينا نشوف التقرير، نشوف هم بيعملوا ايه في الشارع بجد، وبيعملوا ايه في العروض اللي هم بيتكلموا عنها. هم راحوا عروض مش في الشارع، في مراكز شباب بيبنوا حلبه وبيعملوا عرض استعراضي، وفي نفس الوقت هو بيلعب رياضه، لان دي ما تعتبرش بس استعراض، ده نوع من انواع الرياضه، وده اللي هنشوفه، وهتشوف حاجه شبه مصارعه المحترفين اللي احنا بنشوفها ال WWE بس مصري 100%. خلينا نشوفها حاجه. عبد الرحمن احمد، معروف بيتو. الشهرة دي انا اتشهرت بقى في اللعبه بتاعتي وكده. بلعب رياضه بقالي 12 سنه، لعبت كونغ فو، لعبت كيك بوكس، مواي تاي، لعبت ام ام اي، بعد كده دخلت المصارعه، المصارعه المحترفين. مصطفى محمد اسماعيل، بلعب رياضه من فتره كبيره، من وانا سن 8 سنين. لعبت العاب كتير، كونغ فو، منها كونغ فو منها الكاراتيه. دخلت المصارعه لان حسيت ان هي لعبه اقوى من الالعاب اللي انا لعبتها كتير، وهي ممكن تحقق لي اللي انا بحلم بيه. انا وفاء، عندي 20 سنه، معايا دبلوم تجاره. كنت بلعب كونغ فو وبعدين تحولت للمصارعه، يعني انا يعني حابه المصارعه جدا. اتعرفت على كابتن اشرف، يعني هو الفكره لما جت في دماغه وقالها لي، قال لي بتاعه كان مكون فريق وكده، وقال انت تبقى معانا في الفريق، فانا عجبتني الفكره في حد ذاتها. المصارعه المحترفين تديك الفريدم شويه، حريه شويه في الاسلوب، ما بتضطرش تلعب بايدك بس، تقدرش تلعب برجلك بس، لا انت بتلعب بكل حاجه، بتلعب لعب حر زي ما بيقولوا، وفي شو برضه في نفس الوقت. هي لعبه فيها خطوره وفي كسر فينا وفي تعور وفي كل حاجه يعني بقى.
ولعبة خطيرة طبعا. بتدرب على السقطات، بتدرب ازاي ان انا اتدرب اصلا، دي لوحدها تدريب كتير يعني بتاخد وقت كتير. كابتن اشرف بيدينا نوثق لنا كل واحد على فكره، دي حاجه من اللي هو بيعملها لنا، قبل نوثقك وقتك سواء انت شغال او سواء انت بتدرس، بينسق وقتك التمرين مع الحاجه اللي انت تانية انت بتعملها سواء دراسه او شغل. انا بحلم بيه ان احنا يعني ابقى بطله كبيره وفعلا اللعبه دي تتطور في مصر اكتر، لان هنا يعني يقولوا لا ده البنات عيب ومش عيب والكلام الفاضي ده، لكن هم فعلا لو شافوا اللعبه هيحبوها جدا. انا نفسي ان يبقى لينا اتحاد في مصر زي ال WWE زي اي اتحاد، لان احنا مش اقل منهم في حاجه يعني. ان في اتحادات مصارعه كتير في امريكا وفي اوروبا وفي في نيجيريا وفي في اسرائيل، في العالم كله في اتحادات يعني، في العالم كله في اتحادات مصارعه، بدايه من الدبليو دبليو اي مثلا لتي ان اي في اتحادات، فانا نفسي الاي دبليو ار ايجيبشن راسلينج عرب مصارعه محترفين مصريه عربيه. لفت نظري حاجه في وسط الكلام وهو بيقول لك احنا بنتعلم ازاي نتضرب. طبعا ده اول حاجه بيجي، ده جزء من الشو مش من ال ما هي دي الشو يا فندم. هي في بعدين قوه التحمل. ما هو ما ينفعش دي قوه التحمل، انا ازاي اتحمل الضرب. دي اهم حاجه يعني. انت اول ما بيجي عندي اللاعب ما بخلوش يضرب، لا تعالى تتضرب ازاي، علمه تتضرب ازاي، تديني الحركه ازاي، دي وحدها. انا في المدرسه زمان عملنا عرض كده زي اللي هو بتاع اخر السنه في المدرسه، تمام، فجابوا لنا كان عندنا مدرب كونغ فو برضو كان هو الكابتن بتاع حصه الالعاب بتاعتي، تمام، فجاب لنا خشب كده من جوه مجوف ما فيهوش حاجه، والمفروض ان احنا بنعمل عرض بنلعب بقى كونغ فو بتاع واو كاب كاب ونروح مبصرين الخشب، تمام. فكان ساعتها يكون الناس اللي ما تعرفش قصه ان الخشب مجوف كانوا يستغربوا جدا انتوا ازاي بتكسروا الخشب ده، وكان شو لطيف جدا. عشان كده انا افتكرت يعني ده شو كان واحد بيكسر خشب وكانت الناس منبهره، ازاي احنا ما نقدرش نستغل شو مصارعه محترفين؟ لا احنا ما بنعملش بقى الحته دي، ممكن نعمل كرات دم موجوده طبعا في كل حته، ممكن اخد خبطه في كورس مش عارف اروح احط كوره هنا. ده بجد والله؟ يعني الكلام ده بره اصلا بره موجود كده؟ بس انا من الموضوع ده خلاص والله. لا انا عايز الناس تتفرج، ما يقولش انت مثلا انت بتاوفر او يعني انت بتمثل، لا انا بوريك حاجه طبيعيه يعني. انا كان ذات التلفزيون الصيني شايلا كان بيصور معانا، فبقول لي في دم، قلت له ده الاساس عندنا في التمرينات ان الدم ممنوع. لا الدم في دم حقيقي بس حقيقي. كرات لا، هو بقول ممكن كوره كانت تقول لا هتوريك حاجه دلوقتي، احنا هنشتغل ولو في دم كده في اصابه لازم يبقى في اصابات، فالعادي بتاع الاصابات ده. وفعلا الواد واحد مؤمن بيعمل باكس على الثاني فنزلت على شفايفه وفتحت بقه كلها، صوروا الدم، قلت له عشان تعرف توصلوا الناس دي كلها ان احنا ما نجيبش كوره الدم، ما نجيبش مثلا حاجه اوفر، لا بالعكس انا عندي ناس كتيره جدا بتتحمل القوه بسم الله ما شاء الله، ممكن كلهم بتحمل قوة زي ده لان بياخد فتره جامده تمرين. انت محتاجين نظام غذائي معين كمان يعني ده بتهيألي ده موال لوحده. هو ده مشكله عندي يعني صعبه جدا، لان انا ما براقبش اللعيبه. يعني انا بقول لحضرتك حاجه، في ناس عندها طموح كبير جدا انها تخش معايا رياضيين، بس انت عارف الرياضه في ناس واحد رياضي وبسم الله ما شاء الله وبيشرب سجاير. بعرف يعني بس انا بقعد مع اللعيبه كاخ واخو، ما فيش يعني حتى كابتن اشرف دي شايلها يعني اشرف بس على طول. بقول لهم نظام الاكل كلهم، نظام الاكل يعملوا ايه، نظام النوم بتاعهم ايه، تغذيه، تنام امتى وتصحى، كل ده انا الحمد لله بوفرهم بتكلم معاهم كلهم. هي اصعب حاجه اللي هي بتبقى بتقابلني اللي هو التمرين بره، يعني انا مثلا لعيبه خش العب جيم مثلا الكلام ده بنصحهم دايما ان هم يربوا ايه عضله جسمانيه. طبعا ده ايه بره ارادتي يعني، بس انا في التمرين في اليوم بتاعي التمرين بتاعنا 5 ساعات اقل حاجه يوميا.
في حاجه اسمها معسكر المعسكر ال10 ساعات بعملها انا كل ما اكون عندي بطوله. يعني انا عندي بطوله ان شاء الله الجمعه الجايه في الاسماعيليه. دي بطوله ايه بقى؟ ما انت بتقول لي ما فيش مسابقه. مش ما هي مش بطوله، يعني عرض. عرض عامله احتفالين بعيد اليتيم، تمام؟ عامله مجاني في مركز الشباب العراق في الاسماعيليه، ده على البحر على طول. تعمل شو بقى؟ طبعا عامل فيه تكريم للطفل اليتيم والام المثليه وام الشهيد، فعامل يوم رياضي هناك كبير جدا، ماخد الحلبه. فاحنا عندنا من امبارح النهارده بكره العرض المعسكر 10 ساعات، بنتمرن 10 ساعات دي كلها ما فيش فواصل، ونبدا بقى ايه نخش. بس اقل تمرين عندنا احنا 5 ساعات. طيب ايه اخيرا، مش خايفه لما تيجي ان شاء الله تتجوزي بقى يقول لك لا بسرعه مصارعه ايه هي ناقصه؟ يخاف منك ولا هتتجوزي مصارع؟ لو في شاب من عندنا يتقدم لي هارد، عشان بس عشان موضوع المصارع، عشان اكيد اي حد بره. انت مصممه ان انت تكملي في عشان اكيد اي حد بره هيقول كده، هيخاف يقول لك ياما مصارعه يا ناصر. بس انا مش شايفه اللي فيها حاجه خالص يعني. انت شايفه ان جوه التمرين زيها زي اي رياضه؟ اكيد طبعا جوه التمرين بنبقى حاجه، وبره يعني جوه التمرين بنبقى رجاله مش شباب. مش عارف انت ولا كنت مين ماسكه حد وعماله تخبطه في الحلبه؟ انا ورودي. انت؟ بس جوه الحلبه حاجه وبره النادي يبقى كيوت كده بنوته. ايوه بس اكيد هتفتكر ذكرياتك في الحلبه مش محتاجه. طيب اخيرا، ما هو السوفليكس؟ اللي انت بترفع خصم راسك تحت هنا، راسه تحت مثلا، برفع حضرتك راسك هنا. وريني كده السوفليكس، يلا بينا نختم السوفليكس. بس ها بالراحه، ها المايك المايك ايه؟ طب تعالى. لا بالراحه طب انا كده سوفليكس. دي كده هنا. ايوه وبترفع معايا. هتعمل ايه؟ هترفع؟ هترفع. يلا يا مصر خلاص هنكمل نهار جديد مع بعض. كفايه انت فيه. لا كفايه 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 بجد. خلاص باي باي، هنكمل مع بعض نهار جديد معاكم كمان شويه. دالي عشرة باي باي. صباح الخير.